عالية عشان تلعب الإرسال، إرسال جيد، الكرة بتيجي سهلة، تطلع ديفنس، تترفع، ودعاء توفيق الغباشي بتشوطها، وكرة مشتركة كده ما بين آية وندى، وبتحطها نهلة سامح برست إيديها، خبرة كبيرة جدا عملتها الشوط الثالث بصراحة، وأثرت في نهاية الشوط الأول بعد نزولها علشان تستقبل، وكان مهارة فعلا مفتقدينها من الخبرات نهلة سامح. بنقول ألف مبروك النادي الأهلي بفوزه على نادي الشمس بثلاث أشواط مقابل لا شيء، 26-24، 25-16، 25-18. مشاهدينا شكرا وإلى اللقاء، والكابتن خالد العوضي والاستوديو التحليلي.